بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. جوسان وحضراتكم طيبين. خلصنا كده كل الحاجات في السنة، فاضل لنا عيد النيروز على بعد أيام مننا بعد نهضة الصوم من العذراء. ربنا يبارك حياتكم. حابب أتكلم معاكم في موضوع كده هادي شوية، لكن ربنا يدينا نعمة وننبسط بالكلام اللي ربنا يبعته لنا. حقيقة فرحان أتكلم معاكم النهاردة عن عطايا الله، عطايا الله للبشرية. حقيقة وأنا بفكر فيها لقيت إن مفيش إنسان عاقل ممكن يعد أو يحصر عطايا ربنا لينا، لأن الحقيقة في عطايا واضحة، في عطايا واضحة، يعني الفلوس عطايا واضحة، الأكل عطية واضحة، الصحة عطية واضحة، وفي عطايا مخفية، حاجات مش عارفين عنها حاجة، ما نعرفش عنها حاجة، أمور بنجهلها في العالم كله، يعني اتزان العالم ده واتزان الكواكب والنجوم والثبات اللي على الأرض، الجاذبية الأرضية جاية منين، ما نعرفهاش. وفي أمور بقى دي احنا دي شايفينها أو حاسين بيها، لكن في أمور تانية بعيدة عن ذهننا ما نعرفهاش. لكن الإنسان الواعي يدرك أن الله يعطي في كل شيء. كل أمور ربنا أو عطايا ربنا بتتميز بميزة معينة، أنها كلها صالحة لأن الله صالح، وكلها تعمل للخير إذا جمعتها سوا. تخدش حدث منفرد وتقول ليه ده أو مش فاهم ده، مش معنى أنك مش فاهمه أن هو ربنا لما سمح بيه كان حاجة غلط، أو أن ربنا فلتت منه يعني، أو خارج عن سيطرته أو ضبطه، حاشا ربنا. وعطايا الله تتميز أنها متكاملة ومتوازنة، كلها متوازنة ومتكاملة تكمل بعضها. ولأن الله ضابط الكل يعمل العمل الواحد ويقصد بيه أكتر من حاجة. أبسط مثال شعاع الشمس اللي بيجي على الأرض ده، بينور، بيدفي، بيقتل ميكروبات، بيدي طاقة للجسم وبيستخدموه بيطلعوا منه طاقة شمسية، هو نفس الشعاع، هو نفس الشعاع. لكن ربنا بيقدر يستخدم الحدث الواحد في أكتر من حاجة. بعض العطايا دي بنفهمه وبعضها لا نفهمه، أو نفهمه بعد فترة، يا رب كنت تقصد كذا، يا حبيبي كان يقصد كذا. اللي بيفهمه لنا علشان خاطر نشكره عليه ونؤمن أن كل عطايا صالحة، واللي بنفهمه بعد فترة عشان يقول لنا في حاجات تانية مش هتفهمها خالص فما تتزمرش عليها. واللي مش هتفهمه بقى خالص ده لو إنسان فعلا بيحب ربنا ويثق فيه جدا، الحقيقة بيجي بعد فترة يقول له بص يا رب صرت كبهيما عندك ولكني دائما معك، أنا لزق لك، فاهم مش فاهم أنا لزق لك. ده كلام المزمور على فكرة، يعني عشان تفتكروش بس أنا بقول حاجة بخبط في حد. حبيت أفكر في شوية أمثلة من عطايا ربنا، طبعا دماغي لفت، لكن جبت شوية أمثلة كده جايلكوا بيها، وفي النهاية أقول لكم نتعامل إزاي مع العطايا دي. أمثلة من عطايا ربنا، الحياة نفسها اللي احنا عايشينها عطية، أنا ما كنتش موجود وما طلبتش من ربنا أن أنا أكون موجود لكنه أوجدني. طبعا لو حياتي ماشية كويس ببقى فرحة وبشكر ربنا ومقبل على الحياة، لكن لو حياتي ابتدى يحصل فيها شوية مشاكل أو ضيقات، خلقتني ليه؟ اهدى بقى، ما انت نفس العطية، احيانا تشكر عليها واحيانا تتذمر عليها. المفاجأة ان كانت وانا بفكر في موضوع لقيت ان زي ما الحياة عطية، الموت ايضا عطية. الموت عطية، الحياة عطية، لان الحياة تخيلوا لو احنا عايشين حياتنا على الارض ومش هنموت. الحقيقة يعني ده انا عايز اقول رأيي، يعني مأساة انا ما احتملهاش. احنا كل ما بتحصل فينا مشاكل على الارض بنقول بكرة لما نروح السماء كل ده هنخلص منه. طب لو ما فيش بكرة وما فيش سماء، ولو بكرة زي امبارح وزي النهاردة، ده تبقى عقوبة من ربنا، ده أنا اتحبست بقى، يعني أنت جايبني عشان تحبسني؟ لا، ده هو عايز روحك تنطلق وتكون معاه. تحس بانطلاق الروح ده لما تبقى فرحان قوي مع ربنا ومستمتع قوي بعشرته، وحاسنك أنت اليوم مبهج لأنك يا رب معايا في اليوم. ولما تحس ان الموت ده هيقربك اكتر من ربنا او يخليك تعاين الله اكتر، تقول يا رب امتى
بولس الرسول لما قال لي اشتهى ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا، ما كانش مجنون ولا يأس من حياته، لكن لانه استمتع بعشرة ربنا هنا فكان يرجو ما هو ابعد، لانه عارف ان الجسد حكمه في حتة معينة. يعني لذة الحياة على الارض هنا في الاكل والشرب والفسح والحاجات دي ليها اخر، ليها اخر، والبني ادم مهما تديله بعد شوية يزهق، صح؟ الحاجات اللي كانوا بيستمتعوا بيها في الخمسينات والستينات القرن الماضي بالنسبة لنا دلوقتي ايه؟ متاحف. يا بص كانوا بيعملوا ايه؟ يا وكان بالنسبة لهم اختراع، ودلوقتي بنتفرج عليها كأنها متاحف. يعني واحد مرة حاطط صورة، جايب تلفزيون كبير من اللي هم الضخمين بتوع زمن دول، وجهاز فيديو بعض الشباب ما يعرفوهوش، يعني جهاز كده فيديو كانوا بيحطوا فيه تيب عشان يتفرجوا فيه على أفلام، وجهاز كاسيت بستيريو وراديو وكتب وحاجات زي كده، وجايب موبايل. قال زمان كنا بنحط كل دول قدامنا، دلوقتي الموبايل بيعمل كل ده، طبعا عدة تليفون، كل دول حطتهم على رف كده كبير واخد مساحة قد كده، ماشي، بيقول لك كل ده دلوقتي بقى في موبايل، في ايدي راديو وفي ايدي تلفزيون وفي ايدي تليفون وفي ايدي ببعت رسائل وفي حاجات بقى تانية، عد يعني عد، والعاب بقى وبلاي ستيشن وكل ده موجود في البتاع الصغير اللي في ايدينا ده. فاللي النهارده انت فرحان بيه بكره هيبقى انتيكا. يعني بلاش نروح لبعيد قوي، من 20 سنه اول ما الموبايل ده ظهر، الموبايلات اللي كانت بزراير، وكان يطلع الممثل في الفيلم ماسك الموبايل وبيتعوج قوي هو بيتكلم، تتفرج على الفيلم ايه البتاع اللي في ايده ده وتضحك عليه. ده لسه ما عدناش كتير، ده من 10 سنين حتى، مش 20 سنه مثلا، فكان كوميديا بالنسبه لنا، لكن دلوقتي الموضوع بيختلف وهكذا. فكل حاجه في الحياه مهما كانت ليها اخر، والانسان بيخترع ليه؟ عشان يجدد في الحياه، عشان ما يزهقش. طب وبعد شويه بيجي هو بعد شويه، حتى لما بيكبر يبتدي ايه؟ زهقنا بقى من الحاجات دي، مش عايز حتى اتابع الاخبار، مش عايز اتابع التكنولوجيا، مش عايز ليه، خلاص ما هيجيبوا لنا ايه جديد؟ ما هو بيقدموا نفس الحاجه بس بشكل مختلف، ما هي اعملوا اللي يعملوه. وتلاقي ساعات الجد كده ينده حفيده، تعالى تظبط لي البتاع ده، مش عشان هو مش عارف، مش عايز يوجع دماغه، مش عايز اقعد اصدع دماغي في بتاع دي بتتظبط، اظبطها هو انا استخدمها. والتاني الصغير ده فرحان قوي، انا بعرف اللي جده ما بيعرفوش وماله. لكن بعد شويه تلاقي الاشتياقات ابتدت تختلف. اما الاشتياق لله محدود، مش موجود غير عند ربنا، فبالتالي يشتاق الانسان للموت ويحس ان الموت ده عطيه. خلاص ربنا اللي تممه لنا على الصليب، عطيه مجانيه، اسمحوا لي، لم تكن تخطر على بال انسان، حتى ان كتير من البشر ما يفهموش اللي عمله ربنا، تجسد والخلاص والفداء اللي عمله ربنا المجاني ده، في ناس كتير مش فاهماه. انت عايز تقول لي على ربنا العظيم اللي خلق الكون كله، اتخلق وبقى اتولد وبقى انسان وعايش وسطينا كده على الارض وبينام وياكل ويشرب عادي كده، عادي كده، وكمان فقير، وكمان يتهان ويتصلب ويتجلد ويتشتم ويتف عليه ويموت؟ لا 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 لا، ما تجيش في بالي. هو عمل ده ليه؟ عشان يخلصني انا من كارثه انا عملتها. اب مسؤول عن ابنه. عايز تفهمني ان الراجل فلان باشا مدير شركه كذا ولا رئيس مجلس اداره شركه كذا يروح يقف قدام ناظر مدرسه عشان ابنه عمل غلطه في المدرسه، والمدرس ده ولا المدير ده يبيع ويشتري فيه وهو يعرف يشتري مدرسته دي كلها؟ بس بيعمل ده ليه؟ لاجل خاطر ابنه. ابني غلط وانا واقف قدام راجل، ابنك يا استاذ مش متربي يا فندم، حاضر حقك علينا، وبتستحمل ده كله ليه؟ عشان ابني. ربنا عمل ده ليه؟ لان انا ابنه. فعطية مجانية من الله اسمها الخلاص والفداء، أشكره عليها إزاي دي؟ معرفش. عطية كمان مديها لي ربنا اسمها الوصية. البعض بيعتبر الوصية عطية والبعض بيعتبرها قيد. مين اللي بيعتبرها قيد؟ مش اللي عايز يعيش حرية، المنفلت. المنفلت اللي مزاجه في الشر، اللي مزاجه في حاجة عكس الوصية، بيحب الفلوس والوصية تقول له محبة المال أصل كل الشرور، بيحب الرغي والنميمة ويقول لك كثرة الكلام لا تخلو من معصية، بيحب شهوات الجسد ويقول له لا تزني لا تنظر إلى امرأة لتشتهيها، غضوب وواحمة قوي وصوته حسه قد كده يقول لك أنا أجيب الحق بس اهدى كده، يقول لك من غضب على أخيه باطلا. الوصية بالنسبة له إيه؟ قيد. لكن تعالى بص بقى، الوصية دي بالنسبة لك لما بتعملها أنت ضميرك مرتاح، لأنك ما اتخلقتش للخطية،
الخطيه دي دخيله علينا، فالوصيه تشاور لي وتقول لي السكه الصح فين والغلط فين. فدي عطيه من ربنا. لو واحد سايبك في الصحراء وقال لك اشوفك في الساحل الشمالي، انا عارف انا ماشي شمالي ولا جنوبي، انا عارف هلاقي نفسي في بحر الرمال بدل ما اوصل بحر متوسط مش هعرف اعوم فيه، ده ما بيخشوش بمايوهات، ده انا عارف انا رايح فين، ولا هلبس في جبل ولا قابلني ديب، انا عارف فين السكه، فين الجي بي اس، فين اللي يشاور لي الطريق، فين اللي يشاور لك الطريق بتاعك اسمه ايه؟ اسمه الوصيه. فالوصيه ليست قيد. هو انت النهارده لما تبقى رايح سكه والجي بي اس يقول لك خش يمين تقول له مش داخل انا امشي بمزاجي، امشي بمزاجك بس مش هتوصل، هيجيب لك طريق تاني يقول لك بقى طب الطريق ده يوصلك، مش عاجبني خليك، مش هتوصل، مش هتوصل، وهتطول السكه على نفسك على الفاضي. وبالتالي الوصيه تعتبر عطيه من الله بتاثر على المشوار. اللي بيسمع الكلام قبل الهديه، اللي ما سمعهاش رفضها. الصحه عطيه من الله، وكذلك شاطرين يلا قولوا المرض. ما عرفتوش تقولوا، خايفين تقولوها ليه؟ بنخاف من المرض والصحه احيانا كتير جدا. الصحه عشان ربنا يدهاني علشان اعمل بيها حاجه، والمرض احيانا يعطلني عن حاجه مش صح، واحيانا يقول لي تعال اقعد معايا شويه، واحيانا عشان يقول لك قيمتك مش في صحتك، مش في جسدك، مش في امكانياتك الشخصيه، اتضع شويه. وساعات تكون كده، وساعات تكون هديه من الله، لانه من تالم في الجسد كف عن الخطيه. ساعات تكون كده، ساعات تكون كده. ايه هدف ربنا من الصحه؟ خير. وايه هدف ربنا من المرض؟ برضو خير. موجود في الصحه وموجود في المرض. في الصحه بعمل وبشتغل وبنجز وبخدم وبعمل اعمال رحمه كتير، وفي المرض لو بشكر ربنا بقيت انا نموذج حلو. وانتوا بتشوفوا ناس كتير جدا بتحكوا قصصها، رحت لفلان وكان تعبان يحقني في اخر ايام، ورحت عشان ابقى اواسيه لقيته قاعد يكلمني عن ربنا وعن ايه ده اتاري الراجل ده حس بربنا في وقت المرض وقبل العطيه من ايده. متنيح ابونا مينا رمزي كان يقول لنا لما جاله المرض في اخر ايامه وكان شاب، يعني 41 سنه، كان يقول كلمه، يقول لاصدقائه المقربين انا عارف ان موتي المفاجئ مش في صالح ابديتي، عشان كده ربنا اداني المرض ده. ايه الكلام ده؟ تخيلوا، يعني كانه بيقول ربنا اداني فرصه سنه للاستعداد، في احسن من كده يا رب هديه؟ انا كده كده ميعاد موتي معروف، يعني لا الصحه هتطول. عارفين لما واحد يموت يقول لك اسم الصليب ده كان بصحته، هو كان بصحته ده يمنعه من الموت؟ لا، فاحيانا الله يبعت امراض تكون لصالح ابديتك، او لصالح انك انت تعذر ناس او تطول بالك على ناس، بيعلمك حاجه. واحيانا عشان تقعد معاه. من سنتين كده في عيد الميلاد يوم البرامون صحي الصبحيه عندي حراره، الكلام ده في يناير 23، مراتي شايفاني نازل بتقول لي رايح فين، قلت لها نازل احضر قداس البرامون وهرجع رايح شويه عشان قداس العيد، بتقول لي شكلك تعبان، قلت لها انا سخن شويه، نقيس الحراره قاست لقيتني سخن، بتقول لي طب ما تقعد، قلت لها انا عايز انزل احضر قداس البرامون. فاتصلت بحد من الاباء اللي معانا في الكنيسه كده اللي هو طبيب يعني، فقالت له ابونا تعبان وحاسس بكذا، قال لها عندكم الرابيد تيست بتاع الكورونا؟ قالت له اه عندنا. قال لها طب اعملي التيست، فعملناه وطبعا طلعت الشرطه اياها دي، فقال لي بوزيتيف يا ابونا ريح. قلت له كنت نازل دلوقتي قداس البرامون؟ قال لي لا، ولا البرامون ولا العيد. طب والقداس؟ قال لي ما تقلقش هنصلي وهنشيلك، هنغطيك يعني. طب انا عايز احضر. قال لي بسمعه في التليفون ولا اسمعه في التلفزيون ولا اسمعه في اي حاجه، عايز احضر قداس العيد. قال لي اقعد اقعد. اتصلت باب اعترافي بقول له حصل كذا، قال لي يا فرصه، ربنا عايز يقعد معاك لوحدك، عايز يعايد معاك لوحدك. عينه شايفها ازاي؟ هديه من ربنا، هديه من ربنا. اقفل على نفسك واحتفل بميلاد المسيح لوحدك، حتى مراتي وعيالي، ما انا في عزل بقى. ساعات تكون دي هديه من ربنا، الشاطر يفهمها واللي مش شاطر هيتذمر عليها. النجاح عطيه من ربنا، ها كملوا ولا فاشل؟ برافو عليكم. ازاي؟ ازاي النجاح هديه من ربنا؟ تعبت ونجحت واداني مكافاه وقال لي باركت عمل يديك. طب والفشل؟ احيانا ربنا بيعلمني من وراه حاجه،
مش كل حاجة في الدنيا هتبقى عايزها هتكمل. الفشل ده ينطبق على الدراسة، ينطبق على العمل، ينطبق على العلاقات، ينطبق على الزواج، ينطبق على كل حاجة. إزاي عطية من ربنا الفشل؟ ساعات يبقى ربنا في حتت كده عايز يبعدك عنها، عايز يختبرك بيها هتثبت لغاية فين. في ناس أصلها بتمشي مع ربنا في الحياة، في الصحة، في النجاح، تقول لي موت، تقول لي مرض، تقول لي فشل، ما عطلكش. لا استنى، بنختبر كلنا في أوقات التعب وأوقات الإحباط وأوقات الفشل. أول واحد بتجري عليه مين؟ يشاور لك، هتروح له، هتحاول تاني. على فكرة الجسم لما بيتعور في خلايا أوتوماتيك كده بتبتدي تعمل وتقفل على الجرح، ده طبيعة الجسم. الجسد اللي ربنا ادهوني ده الملموس، هو أبسط حاجة على فكرة. يعني رغم كل تعقيداته، ودكاترة فاهمين اللي أنا بقوله، رغم كل تعقيداته يفضل في الآخر ده أبسط جدا من المشاكل النفسية والمشاكل الروحية. لكن ربنا ساعات يحاول يوضب حاجة فيا، يعلمني ما تقع قوم تاني. في الأول بناخد الخبط على دماغنا ونقع، لكن بتكتشف إن اللي بيسندك ربنا. بتعرف من خلال التعب والمرض والفشل مين أصدقائك القريبين منك ومين اللي بيتكسفوا ويبعدوا عنك. مش عشان تزعل وتعاتب الناس وتقول علمت على ده ومش ما بنعلمش على حد، احنا كل الناس بنحبها. لكن بعد كده تتعود ما تحطش رجاءك وثقتك لا في شخصيتك ولا في صحتك ولا في نجاحك ولا في فلوسك ولا في الناس اللي حواليك. ثقتك الوحيدة تحطها في مين؟ في ربنا اللي اداك ده وادالك ده. كلام صعب شوية ولا أكمل؟ أكمل. يعني هتقول وقف أكمل. الحرية عطية من الله، وإن كان البعض بيعترض عليها، يقول لك كان نفسي ياخد مني حرية إرادتي بس يوصلني السماء. صدقوني ما نعرفش، ما نعرفش. ده أنا لو أجبرت على حاجة أجي أتذمر عليه، ما تجبرنيش أنا أختار بمزاجي، ما أنت ما بتختارش. ساعات بس يديك قرصة كده تعدل بس المسار. لكن حرية إرادتك دي حاجة جميلة، إنك تعيش في الحرية. وأكبر حرية ربنا ادهاني إني أشعر بحرية روحي وهي منطلقة بعيد عن سيطرة الخطية. الخطية ما تسيطرش علي. حر إن أنا أختار الله أو أرفضه، تخيلوا. حر إن أختار أجي الكنيسة أو أكسل وقعد في بيتنا. حر إن أختار طريق الله أو طريق العالم. حر بقى إن أختار أتجوز ولا أعيش بتول. حر إن أنا أختار أتجوز دي ولا دي وبعدين بنندم في الحالتين. حلو إن أنا أختار طبعا، والستات نفس الكلام عشان بتزعلوش، بس حلو ان انا اختار الكليه اللي هخشها. وفي كل الاحوال ربنا جنبك. لا تكون فاكر بس انك لو قعدت في مصر ربنا مبارك، ولو هاجرت هيسيبك. لا، هو معاك هنا ومعاك هنا. للرب الارض وملؤها. حتى لو اسات الاختيار يسندك ويقويك ويشددك. تفضل اثار سوء اختيارك موجوده وماله وماله، بس يسندك فيها. سقت بسرعه ولبست في حيطه وعملت لي شرخ في رجلي وبمشي ازك بسببه، دي العلامة بس اللي بيقولك ما تعملش كده تاني. دي بحرية إرادتك، لكن جنبك فيها، جنبك فيها ما تخافش. هيسامحك على الخبطة اللي عملتها، هيسامحك على الخبطة اللي عملتها. حتى لو كانت خطية صعبة، الابن الضال ما هو اختار بحرية إرادته أن يبعد عن أبوه. لكن عطية من الله غالية جدا اسمها الحرية، ولا يقبل إنسان فينا أن تنزع حريته منه. إدانا كمان مع الحرية إرادة، وإرادة الإنسان يا خبر أبيض تعمل مستحيلات، تعمل مستحيلات. في بداية التسعينات كان بداية شغلي على الكمبيوتر، والكمبيوتر ما كانش منتشر قوي، يعني كان ابتدى يبقى متواجد في أغلب الشركات. الراجل مديري كان قاعد يتفرج على الشغل اللي بنعمله ويبص كده ويتنح، ورجل كان كبير في السن يعني، عرف بقى الموضوع ده على كبر، فابتدى يتفرج عليه. كانش مسيحي، لكن كان يقول لي ايه البتاع ده لو كان ظهر من 100 سنه كانوا عبدوه وقالوا عليه ربنا. البني ادم ازاي جت في باله يعمل حاجه زي كده؟ اراده. ازاي جت في باله يحط ماسوره كده معدن ويطيرها في السماء، اسمها طياره، ويحط فيها اكل وتكييفات واجهزه غريبه ايه ده؟ ايه ده؟ اراده، اراده. اراده الانسان زي ما بيقولوا تكسر الصخر. دي نعمه ربنا مديها لنا. الشيطان عشان كده من الحاجات الخطيره اللي بيلعب عليها إن يسرق منك حرية إرادتك ويديك بدلها لعبة، زي العيل الصغير عايزين يحرموه من أمه، تاخد شوكولاتة وين يخطفوا العيل، يخطف منك حرية إرادتك بإيه؟
عادة رديئة سلطت عليك، واحد مسك موبايل قاعد أسير ليه، ويرسمه دلوقتي حاجات زي كده، يضيع حريته الشخصية ويضيع إرادته، سلبته إرادته، بقى مغيب، ويقول لك يعني أعمل إيه وزعق. يعني المدمن عادة تلاقيه إيه، لما تيجي تاخد منه الحاجة اللي مدمنها يزعق في وشك، تيجي تقول له سيب، ما مش عايزين بس مشاكل في البيوت يعني ماشي. يجي ياخد منه الحاجة بتاعته اللي بيمسك فيها، يروح تلاقيه مزعلك، يعني أعمل إيه دلوقتي، ما أنا عايز زهقان، بس خليك قاعد لغاية لما تفوق بنفسك وبحرية إرادتك تتخلص من ده. اللي عايز يتخلص من وزن زيادة ويعمل دايت محتاج حرية إرادة أو إرادة قوية، واللي عايز يعمل أي مشروع في الدنيا محتاج إرادة قوية وإيمان صلب باللي هو بيعمله، دي عطية من الله. مدينا عطية كمان اسمها الرضا والشكر، ودي عطية غالية جدا. يحاول يقاومها الشيطان بخطية اسمها تذمر، لما يخليك تقارن نفسك بغيرك وتقارن إمكانياتك بغيرك. لكن ربنا مدينا عطية اسمها الرضا، الإنسان دايما عنده حاجة زي كده، لما يعمل حاجة يبقى مبسوط باللي عمل. يزعل إمتى؟ لما يلاقي واحد عمل أحسن منه، يعني طالب جايب 9 من 10 فرحان، لا واحد جايب 10 من 10 روح منكد، ليه يا حبيبي؟ ده أنت من الأوائل يعني، لا أشمعنا. لكن في عطية اسمها الرضا، مش معناها أنك ما بقاش عندك طموح، لكن بتعمل اللي عليك وبتعمل باجتهاد وتقبل ما يأتي عليك. ادانا عطية كبيرة المكان اللي احنا قاعدين فيه ده، الكنيسة، جسده اللي احنا اتغرزنا فيه يوم المعمودية وبقينا أعضاء في هذا الجسد. أعضاء، مش بتكلم في عضوية كنسية، بتكلم في العضوية في جسد المسيح، بقيت حتة من جسد المسيح. عارفين الأب اللي يقول لابنه انت حتة مني؟ كل واحد فينا حتة من جسد المسيح. وادانا عطية انه بيدينا جسده ودمه كل يوم على المذبح. برضو عارفين الأب اللي يقول لابنه انا اقطع من لحمي وادي لك؟ اهو عمل كده، اهو عمل كده، ادانا جسده ودمه ناكله، ادانا اسرار ساكن فينا بروحه القدوس يرشدنا للحاجات الغلط عشان نبطلها والطريق الصح عشان نمشي فيه. عطية من الله كنيسة بكل أسرارها، بكل تعليمها، بكل قراءاتها، بكل تسابيحها، بكل أصوامها، عطية. اللي عايز ياخد، ياخد من الله. التجارب والضيقات أيضا عطية من الله. ليه؟ لأن ساعات كتير جدا ربنا بيحاول يفكنا من بعض الرباطات اللي احنا متربطين بيها. ساعات فينا واحد ما بيفهمش الموضوع بسهولة، إن بعض الأمور ما تستاهلش غير من جوه التجربة والضيقة، والبعض يرى الله بوضوح جوه الضيقة، ويقول مع المزمور عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. يقول المشكلة كانت موجودة بس مش عارف، ما كنتش مضطرب ليه، ما كنتش منزعج ليه. أتاري دي عطية كمان جنبها اسمها السلام، عطية كده اسمها السلام. ده بقى دي الهدية الكبيرة اللي سايبها لنا ربنا، دي اللي قالها بوضوح، سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. العالم يقول لك سلام ده إمتى؟ وتبقى ما فيش حرب، لكن ربنا لو في وسط الحرب يديك سلام. مطمن ليه قوي كده؟ هو كده زي الطفل الصغير نايم على كتف مامته في وسط السوق، والسوق دوشة، يقول لك بيخطفوا العيال، يا عم بيخطفوا العيال في حضن ماما، نايم نايم وفي 7 نومة وباكل رز مع الملائكة زي ما بيقول. مش عارف جابوا المثل ده منين، ايه موضوع الرز مع الملائكة طلعت كده. الانتصار على الشيطان عطية من الله. طب والهزيمة؟ احيانا بتكون بسبب مني، واحيانا بتكون تخلي النعمة. امتى؟ لما الانسان يتكبر شوية، فبتكون مكافأة وعطية من الله ان يسمح لك انك انت تتهزم في حتة صغيرة، عشان حاجتين، اولا انت حاسب نفسك كويس، وعلشان تتضع وما تدينش اخوك اللي بيقع في الخطيه. وعملها ربنا مع شعب اسرائيل وهو داخل يتملك ارضه، انتصروا على اريحا مش بقوته، بقوه من ربنا، ودخلوا القريه اللي بعدها، قريه عاي صغيره، استخفوا بيها ودخلوا بجيش صغير هزموا. فيشوع وقف يقول لربنا ايه الحكايه، انت ما جبتناش هنا عشان كده، احنا فاكرين هنخش هنا نفتح تفتح. قال له في وسطك حرام يا اسرائيل، حاسب نفسك،
هيكون في مشكلة هي اللي سببت لك الهزيمة دي. والحاجة التانية اتضع، اتضع وما استكبرش على العدو، تقول لا 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 دي سهلة دي سهلة. في ساعات كده واحد يقول لك لا 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 خطايا العيال الصغيرة دي بطلنا نقع فيها. يستر عليك ربنا لأنك ممكن تقع فيها دلوقتي. مفيش حاجة اسمها خطايا العيال الصغيرة، وفي خطايا العيال الصغيرة وخطايا الكبيرة؟ مفيش مفيش. عشان كده المسيح يقول لنا ايه؟ اصحوا واسهروا. الجندي في المعركة يفضل صاحي، يفضل صاحي، ولو حينام يوقف واحد نبطش مكان ويبدله سوا، إنما تسيب نقطة الحراسة وتخش وتناموا انتوا الاثنين، صباح الخير كده راحت، كده راحت. فيخليك يقظ دايما. المواهب والإمكانيات الشخصية عطية من الله، طباعك الشخصية عطية من الله. هتقول لي حتى لو كانت طباع بايخة؟ مفيش طباع بايخة، لكن في طباع تشوهت. بمعنى واحد يقول لي أنا بخيل، أنت أصلا مدبر بس شيطان خلاها انحرفت بقت بخل. واحد يقول أنا شهواني، أنت أصلا إنسان عاطفي ومشاعرك رقيقة لكن سبتها في إيد الشيطان فحولها لشهوات. واحد يقول لي أنا طيب مع الكل وما بعرفش أحسن في موضوع، أنت طيب آه بس الطيبة الزيادة بقت مش مظبوطة. فعشان كده حتى يقولون الناس بتوع علم النفس طباع الشخصية موجودة وأنماط الشخصية اللي موجودة، تلاقي في نوع منهم عالي عندك ده بيشاور على نمط شخصيتك. إمتى تبقى شخصية سوية؟ لما يبتدوا يقربوا من بعض شوية، يعني يبقى عندك طيبة وعندك شيء من الحسم، تبقى باحث عن الكمال لكن في طيبة تسمح للآخر أنه يغلط. واحد يقول لي أنا عندي OCD، عارفين OCD اللي هو الهوس التنظيمي ده، لو مراته ظبطت الحاجة هي مش على الخط بالذات وهو معدي يروح ظبطها لها كده، تبص له تبقى متغاظة، ما أنا ظبطها ومنظفها المكان، يقول لها مش على الحرف قوي، يعني هي على الحرف ولا مش على الحرف هتظبط هتفرق. بعد شوية لو هو ابتدى يحاول يظبط نفسه يبتدي يعدل شوية، يتنازل عن بعض الأمور، يتنازل عن بعض الأمور عشان الحياة تمشي وتبقى سلسة. لكن طباعك الشخصية زي ما هي كويسة، والمجتمع بيحتاج ده وبيحتاج ده. شوف توظف نفسك ازاي، بس ما تسيبهاش في حدية شديدة قوي. انا غضوب؟ لا انت مش غضوب، انت حقاني بس قلبت منك شوية، بقيت بتثوب، بقيت ثورجي مش غضوب، مش حقاني. في فرق بين واحد حقاني واحد ثورجي. في واحد يعرف ياخد حقه، واهل العالم يقول لك كده مثلا، يقول لك اخذ الحق ايه، صنعة او حرفة. الحكمة عطية غالية جدا من الله، دي بيديها لمين بقى؟ للي عايز، واللي بيطلبها بإلحاح، واللي بيطلبها باهتمام وبقوة. ودي عطية لا يكف الله عن إعطائها لينا، وأحيانا نتعلمها بدروس من حياتنا. يقول لك أنا اتقرصت في الحكاية دي فتعلمت أعمل كذا، برافو عليك. في واحد أصلا مهما يغلط نفس الغلط 10 مرات يقول لك ما تعلمش، ويغلط ما ياخدش باله هو غلط في ايه. الشاطر لما بيقع بيعرف وقعته جت منين وما يكررهاش تاني. بقيت عطية أخيرة فكرت فيها، معلش أنا لو قعدت معاكم مش هتروحوا وهتزهقوا مني، وهي عطية التوبة. ودي عطية غريبة قوي، عطية التوبة وغفران الله، عطية مجانية. يقول لك هاتوا معكم كلاما، تيجي تقول له ايه؟ أخطيت يا رب، غلطت في كذا وكذا وكذا، من فضلك، بدون مبررات، بدون تزويق للكلام، بدون ما تقعد تلف وتدور وتقول أصل كانت أصل، قول يا حبيبي عملت إيه؟ أقر وأعترف أنا الموقع أدنى أن أنا عملت كذا كذا كذا، أقول لك براءة وختم البراءة ينزل عليها واتمسحت من سجل حياتك. غفران الله مقترن بتوبتك واعترافك. بس لو بصينا العطايا ربنا هتلاقوها في كل حاجة في حياتنا، الهوى والأكل والشرب طبعاً عدوا بقى ما تكملوا، يعني كل حاجة في الدنيا عطية من الله، ويريد أنك تعمل معاه وتشترك معاه. حتى ميلك لأنك أنت تخلق حاجة دي عطية من ربنا. إدانا معادن عملنا بيها إيه؟ اختراعات كتير. إدانا أطعمة عملتولنا بيها إيه؟ أكلات تخنتنا كلنا. الستات شاطرين، تقعد تجيب ده على ده وتعمل مش عارف ايه وتعمل لك نوع جديد. وحتى في رجاله شاطرين في المطابخ، لكن بنخترع. دي نعمه من ربنا انك يبقى عندك ميل للابتكار. اتعامل ازاي بقى مع كل العطايا الحلوه اللي ربنا ادهاني؟ اخد معاكم 3 نقط وكفايه عليكم كده.
أول حاجة أشكر ربنا عليها، أشكر ربنا عليها لأن كل ما يعمله الله صالح. الأمور اللي بتفهمها أشكره عليها لأنها واضحة، واللي مش فاهمها قل له هستنى لغاية ما تفهمني، وإذا ما فهمنيش قل له هفضل أشكرك لأني أثق إنك تعمل للخير حتى لو كنت أنت اللي غلطان. حتى لو غلطان، ما في ناس سرقت وما طبطش عليها، وناس سرقت ودخلت السجن. ربنا بيعمل ده ليه وبيعمل ده ليه؟ ما تشغلش بالك، تشغلش بالك، أخطائك بيصلحها لك، أنا مش عايزك تفضل في الغلط. والتاني مستني عليه يمكن يرجع لوحده، هو عارف طبع كل واحد. ما في واحد لو اتقبض عليه ودخل السجن مش هيطلع حرامي، هيطلع زعيم عصابة وقتل قتل، هيتعلم جرائم تانية جوه السجن. وفي واحد السجن يتوبه، وفي واحد بيخش السجن ويطلع شرير أكتر، لكن بعد شوية ربنا بالطول أنابي يطول باله عليه لأنه مستني. أشكر ربنا على كل ما يأتي عليك، ودي الكلمة اللي قالها أيوب، قال الخير نقبل من الله والشر لا نقبل. ما فيش شر، ولكن ما نظن نحن شر. تعود تشكر ربنا حتى لو صعبة وحتى لو بتقولها بلسانك معلش. يبقى أول حاجة أشكر، تاني حاجة اقبل ما يأتي عليك، اقبله، اقبله وتعامل معاه من فضلك. افرح بالحاجة الحلوة اللي ربنا اديها لك بدون تعالي، بدون ما تتعالى على الآخرين وتقول أنا عندي وتتبهى بيه بدل ما تروح منك. واوعى تتذمر على حاجة مش عاجباك، واوعى تقارن نفسك بغيرك. اقبل، ادالك حاجة حلوة افرح بيها واقبلها، دي جايبها لك انت، دي هدية ليك. تقعدوش تتكلموا كده على حاجات ربنا ادانا كذا، ما ادالك عشان ايه؟ ومن العذراء مين خد زي ومن العذراء؟ ولا واحد من فينا المسيح تجسد منه، ولا واحد، ولا هي دي بس كان بيتقال عليها ايه؟ تحفظ جميع هذه الامور متفكرة بها في قلبها. رغم ان يوم ما دخلت بالمسيح الهيكل سمعت كلمة قال لها ايه؟ وانت ايضا يجوز سيف في نفسك. قبلت الفرحة وقبلت السيف، قبلت الاثنين من ربنا. اشكر واقبل. واخيرا تاجر بما عندك. في يوم من الايام ربنا هيخلص المده اللي بتاعتنا على الارض ويقول لك اديتك حاجات كتير قوي، تعال بص كده انت خدت ايه، شوف خدت كام وزنه بقى، تاجرت بيهم عملت بيهم ايه. حاسب نفسك كل يوم على 24 ساعه اللي اداهم لك ربنا، ما دي عطيه برضه، الوقت ده عطيه، وشوف عملت فيهم ايه. على فكره اي حد فينا، وانا من الناس دي على فكره، اليوم اللي بتبقى انجزت فيه حاجات كتيره، كان عندك تاسكات كتيره وخلصتها، بتروح البيت تنام وانت حاسس ضميرك مرتاح. ليه؟ انجزت في اليوم ده حاجات كتيره كانت وراي، تجرت بوقتي تجاره حسنه، وخصوصا لو كانت حاجات انجازات كويسه، يعني حاجات من اللي تفرح قلب ربنا، وحاجات من اللي بتدي نجاح، تدي رضا كده للانسان. فمن فضلك تاجر بوزناتك وبالعطايا اللي ربنا اديها لك، ما تقولش خدت زي ما خدتش، لا، ربنا ادالك كتير. أولا تشكر، اثنين تقبل وما تقارنش نفسك بحد، ثلاثة تاجر بوزناتك وحاسب نفسك عليها قبل ما ربنا نفسه يحاسبك. ربنا ادينا ان احنا فعلا نشعر بقبوة الله ونتمتع بخيره اللي ادهولنا، واللي منعه عننا نعتبر حتى منعه ده عطية لانه خايف علينا من حاجة مش وقتها، ونشكره عليها ونقبل اللي ادهولنا ونفرح بيه ونتاجر حسنا بوزنتنا. ربنا يبارك حياتنا كلنا ودينا ان احنا نتمتع بكل ما اعطانا الله من عطايا، اللي فاهمينه واللي مش فاهمينه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد.